واسمحوا لي ان انا يمكن النهارده يعني اليوم كله كان يوم جميل. انا كنت في محافظه بني سويف احد محافظات صعيد مصر، شفت هناك نماذج مفرحه من شباب مصر ايضا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القريه التكنولوجيه اللي موجوده في محافظه بني سويف. شفت هناك ستارت ابس وشفنا شغل بيطلع من قلب صعيد مصر، الصعيد اللي احنا كلنا كان عندنا دائما في الماضي كلام انه مهمل وانه مش واخد حقه من مشروعات التطوير. بالعكس تماما، اللي شفناه النهاردة نماذج لشباب واعد جدا بيعمل النهاردة مشروعات مش فقط تخدم بلده ولكن ايضا بقى بيصدر هذه الخدمات لدول اخرى. شفنا مصانع على اعلى مستوى النهاردة انتاجها بيصدر بالكامل لدول اوروبا وعلى مستوى العالم كله. الاهم يعني انا رجعت من هناك الحقيقة في خلال ساعة زمن من بني سويف، وده من خلال شبكة الطرق العظيمة اللي الدولة المصرية عملتها في خلال الفترة الماضية. نفس هذا المشوار منذ سنوات قليلة كان بيستغرق 4 ساعات، احنا النهاردة خدناه في ساعة. ده كله النهاردة يعني الدولة المصرية عشان بتستشرف ان المستقبل لشبابها وليكم، محتاج ان يكون عندنا بنية اساسية قوية جدا ومتطورة. كان لازم الدولة تعمل هذه البنية الاساسية عشان تمكننا جميعا النهاردة نقدر نتحرك من مكان لمكان، ونقدر نصدر منتجاتنا وخدماتنا، ويقدر شبابنا ان هو يبقى موجود في اي مكان ويقدر يتحرك على مدار اليوم كما لو كان ان هو بينتقل داخل مدينة واحدة.